يا بخير، غاشي تيك توك، غاشي العالم. اليوم بمناسبة 14 فيفري، يوم عيد الحب كما يعلم الجميع. اللي عنده شي حبيبة، اللي عنده مهم، راكو تما اللي مزوج اليوم، دومانديت هاد الوردة هادي خصيصا لواحد الفتاة وغادي نتسناها. وغادي ندروك البنات كاملين، غادي خصني دروك نجيب لهم وردة وردة، ولكن غادي تصبروا عليا لحقاش راني درت واحد دوموند اوتوريزاسيون باش يصيفطوا لي الورد. اليوم نهار كبير هذا، انا في الطبيعه. وبالنسبه لهذا الورده، وبالنسبه لهذه الورده هذه غادي نهديها لواحد، عندي خمسه غادي نهديها. الاولى دعاء، الزوجه مريم، الثالثه نجيبه، الرابعه دوديه، والخامسه طراكس. مهم، وما ننساوش الوالده هي الاولى، هي فوق راسنا، وامهات المغرب كاملين ديديكاس ليهم. وكنبغي نشكر كاع، كنبغي نشكر كاع الناس اللي تبغيني ونبغيها ونموت عليكم. وش العمر شت كضربه الحمر وانا الغبر، انا وجدي مبردي وعندي فردي، شنو هانتيري في جدي نخلي بنادم مسطي. انا دركي راني مربج مخمج مهمش، شوفوا لنا غير شي حل نديروه معاكم ورانا معاكم. والبنات راه يعني البنات بصفه عامه قلبهم بيض، عندهم واحد لي سونتيمون يعني كيعاونوا الدري الا كان محطم ولا مبريسي. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ولكن دروك ما لقيناش واحد المساعدات يعني الماديه ومعنويه باش غادي يقدروا يبينوا بزاف يعني المشاعر تجاه البنت. اللي نبغي نقول لكم راه الدراري بصفه عامه راهم رجال، كاين واحد النسبه يعني اللي ما خرجوش رجال، ولكن على حسب الطريقه نتاع التفكير ديالهم. وانا بالنسبه ليا عندي واحد العقليه يعني متفتحه، يعني نبغي روحي، نبغي نستيكي، نبغي الحمر، نبغي كلش، ولكن ما عنديش مع التخروات. هذه هي اللي بغيت نقول. وهذه في خاطر البنات، كاين واحد النسبه نتا واحد 70% خلاطات شلاطات، تعرفش قاعدين انت واش غادي واش دي. وهذه واحد الرساله للبنات باش تعرف بلي يعني الدري راه ماشي يعني ماشي كاين ديفو، ما يكونش في الدري، كيكون في البنت. البنت كتكون في لا بروميير شوز تلقاها داخله على الطمع، الا تلقاها داخله على الطمع في الاول ما غاديش تكمل هاد الغولاسيون غود. يعني بنادم هنايا تبان يعني لافير نوار باش تحكي لي زيستوار. علاش دروكي الدري مسكين تلقاه الله غالب يعني الحاله ضعيفه، يلاه معاون مع الوقت غادي تلقاه. و عارفين البنات عندهم واحد الطريقه نتاع التفكير يعني يخليك كيقول لك واحد المثال، لا تحكم على الكتاب من غلافه. هذا علاش يعني كتلقى بزاف تاع الانفصالات اول الشهر. مي البنات خصهم يعرفوا يعني لا سيتياسيون تاع الولد، عارف عايش غير في المغرب ولا عايش، يعني بنادم عاد كيبني حياته، خصو يعني بزاف ديال لي سيتياسيون باش انه يقدر يبني عائله معاك ويكون علاقه ثقه. علاش خص البنت تثق في الولد، تعطيه واحد الثقه وتوقف معاه كلام الحلو، تعرفيني تعبر عن المشاعر ديال الدري وما تخليش محطم وترفع له المعنويات ديالو. والبنات الخلاطات راهم يموتوا شلاطات، يموتوا في القبر، راك عارف يعني راك عارف طريقهم كي غادي تكون. وديديكاس ليكم ونموت عليكم. هذا الفيديو خرج من وجدة 48 وجدة سيتي، مرحبا بكم الى جيتو. عندك شي اغنية تهديها لشي بنت ولا شي حاجة؟ واحد الديسك غادي نهديه للحبيبة اللي غادي نتزوجها ان شاء الله، الفيديو اللي شافته من 2025. وما يستهني اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني، قلبي علمته ما يبقى وحداني، ينسى اللي راح ويبقى له تاني، بغيتوها سايبة نعيشوها سايبة،
الحب اصلا احبال دايبه. تحياتي لكم والسلامه بكم، وراكم تما تبيعوا الشمه في الظلمه ونقلب بكم الغمه.